صباح الخير مشاهدينا، لكم صباحية جديدة بتنطلق مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان، سواء بهالأسبوع يلي على أمل يحمل كل خير لكل واحد منا. حلقة غنية بموضوعاتها، بنتشارك بكل تفاصيلها. اليوم بحلقتنا ضيوف متنوعين بينضموا لنا، الكاتبة وشاعرة لوركا سبيتي بتنضم لنا لتحكي عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ضمن مهرجان شعري ومشاركتها من خلاله. منسقة جمع تبرعات بمركز سرطان الأطفال لما ضناوي بتحكينا أكثر عن برنامج التبرعات وانطلاقه لهالسنة والتحديات يلي مركز سرطان الأطفال عم بيواجهها بهيدي المرحلة. أيضا منتابع مع الكاتب والصحافي عطلة سليم وكتاب أونلاين أوفلاين. أيضا منتابع لنكون مع كارلوس هيداموس يلي بيخدنا أكثر لبيروت يلي بيجسدها بصورة بمشروع رح يحمله من لبنان للعالم كله. وبالختام شيف نادين أسيس تنضم لنا لحتى مثل العادة سوبر يامي سوبر إيزي فود، بعد شوي منكتشف شو رح تحضر شيف لليوم. أما البداية مثل العادة رح نعمل جولة على إن كان الطقس إن كان أحوال الطرقات، وأكيد مثل العادة مننطلق من جائحة كورونا حيث سجل عدد يوم مبارح 4780 حالة بلبنان، وعدد الوفيات بلبنان 16 حالة. 12-14 هو الهوتلاين المخصص للقاح، أما 17-87 هو الهوتلاين المخصص لأي موضوع متعلق بكوفيد. أما البداية مشاهدينا مثل العادة يلي منذكر من خلالها التأيد بالمعايير الصحية لحتى نكون منتبهين ومحافظين على صحتنا وصحة الآخرين، ما نستلشق بهالمرحلة نلبس الكمامة، نكون متباعدين اجتماعيا ونتبع كل المعايير الصحية كرمالنا وكرمال كل الناس حوالينا. البداية أيضا معكم رح تكون من حال الطرقات مباشرة من غرفة التحكم المروري مع المعاون علي عيديبي. علي صباح الخير. صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين. علي معك رح نعمل جولة على الطرقات، أبرز المعابر المؤدية للعاصمة بيروت، شو وضع الطرقات خبرنا؟ بداية حركة المرور الصباحية لليوم، مدخل الشمالي بلشت حركة سير ناشطة من جونيا باتجاه نفا نهر الكلب، بلش ضغط السير من أنطلياس باتجاه جل الديب حتى نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير طبيعية على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة، بلش ضغط السير من جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار حتى بيروت، حركة سير ناشطة من خلدة باتجاه الأوزاع. المدخل الشرقي من عرية نزولا باتجاه الجمهور حتى الصياد، حركة سير ناشطة إلى طبيعية. ضمن شوارع العاصمة بشكل عام أو الواجهة البحرية لبيروت، حركة سير ناشطة إلى طبيعية، ما في عنا ضغط سير يذكر. عنا قطع السير على تقاطع بشارة الخوري بكل الاتجاهات وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية. هذا بالنسبة لحركة السير. إحصاءات حوادث السير خلال فترة 24 ساعة، سجل عنا 10 حوادث نتج عنهم قتيل و10 جرحى. مخالفات الرادار 513 مخالفة خلال فترة 24 ساعة. بنذكر المواطنين بالنسبة للطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، طريق عينات الأرز، عيون السمان حدث بعلبك، الميترة حدث بعلبك، العقورة حدث بعلبك، وأخيرا طريق الهرمل سير الضنية. بنذكر المواطنين بخطنا الساخن 17-20 بخدمتكم على مدار 24 ساعة. هيدا كل شيء لغاية الساعة. المعاون على عيديب شكرا لك، وفيتنا بهالتفاصيل مباشرة من غرفة التحكم المروري. صباح الخير لكم مشاهدينا متابعين بلقاءاتنا الصباحية من برنامج أحلى صباح، وتحية أسبوعية جديدة لكل المشاهدين اللي انضموا لرفقتنا، إن شاء الله بتكون بداية موفقة للجميع. بدي أشكر الكوتش لأر حسكور على التمارين الرياضية الصباحية اللي بفيدنا فيها دايما. صار الوقت نتعرف نحن وياكم على أحوال الطقس، ورح ينضم لإلي عباس عبيد من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحجري الدولي. صباح الخير عباس. ألو عباس عبيد عم تسمعني؟ بينما جهز الاتصال مع عباس عبيد من مصلحة الأرصاد الجوية.
انقطع الخط، انقطع الاتصال معه، يا ريت نعاود الاتصال بعباس. بدي اذكر كل اللي عم بيتابعونا يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج، اذا كان على الفيسبوك، على تويتر او عبر الانستغرام احلى صباح. دائما في استمراريه بكل شيء بالحياه، وكل يوم عن يوم بنرجع منطلق بحياه جديده وانطلاقه جديده بتفتح قدامنا افاق لمستقبل احلى. فبكل المطبات اللي عم نمر فيها بالحياه في طلعات وفي نزلات، ولكن لازم نعرف نحن كيف نطلع وكيف نختار الطريق الصح، وما نخاف، ما تكون فشختنا اكبر منا، نطلع الدرج سلم سلم حتى نوصل. صباح الخير لك عباس، رجعت انضميت. صباح النور يا هلا، كيفك؟ الحمد لله تمام، كيف انتم؟ الحمد لله نشكر الله. كيف طقس بدايه الاسبوع؟ كان عم ينحكى انه بعد يومين او بكره بالاحرى في شتاء. ايه شو الوضع؟ الو، الصوت كثير خفيف عم يوصلني. عم تسمعني هلا عباس؟ هلا عم اسمعك واضح. كان عم نحكي انه كان عم ينحكى انه بعد يومين في امطار. نعم صحيح. اوكي، خبرني عن احوال الطقس لبدايه الاسبوع. يعني اليوم نحن الطقس حاليا متالم عم يكون، في عندنا رياح ناشطه مثل ما سبق وشفناها خلال امبارح وبعدها مستمره لحد اليوم. ممكن نشهد بعض الامطار متفرقه قبل الظهر اليوم، وبعد الظهر بيبدا الطقس بالتحسن لحدود مساء يوم الاربعاء او صباح الخميس نرجع متاثر بمنخفض جوي. واكيد رح يكون مترافق بامطار انخفاض بدرجات الحرارة بدءا من يوم الخميس. اذا اليوم رياح ناشطة غائم جزئيا الى غائم، في رياح ناشطة عباس بكرة رح يكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، والاربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا، كمان في ارتفاع اضافي وبينشط اتصال منه واضح مع عباس عبيد. ما بعرف اذا فينا نرجع او 1800 متر اتصال فيه. مستمر يوم الخميس كمان انخفاض اضافي بدرجات الحراره، وفي عندنا امطار متفرقه تشتد غزارتها خلال الليل مع وصف رعديه. نعم. بالنسبه للثلج تقريبا حدود 1600 او 1700 متر. بالنسبه لدرجات الحراره اليوم على الساحل تتراوح بين 11 و20 درجه، فوق الجبال بين 8 و14، وبالداخل بين 7 و15. الهواء حاليا عم يكون جنوبي الى جنوبي غربي ناشط، طبعا سرعته بين 15 و55 كيلومتر بالساعه كحد اقصى. بالنسبه للرطوبه على الساحل عم تتراوح بين 55 و80%، البحر مائج وحراره سطح الماء 20 درجه. الو، نعم عباس، مشكور على المعلومات اللي اعطيتنا اياها لليوم. بدي وجه تحيه لكل العاملين بمصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحرير الدولي، دائما من تعبكم معنا مشكورين. فاصل علينا صغير وبنرجع لمتابعه احلى صباح. صباح الخير لكل اللي انضموا لرفقتنا الصباحيه من برنامج احلى صباح مباشره عبر شاشه تلفزيون لبنان. انطلقنا باولى فقراتنا الحواريه، وضيفتي بهذا اللقاء عبر زوم لوركاس بيتي، شاعره وكاتبه واعلاميه لبنانيه، تنحكي عن مهرجان شعري كبير تحت عنوان مهرجان العويس الشعري الثاني، تحيه للشاعر الراحل سلطان العويس. صباح الخير لك لوركا. صباح النور، اهلا وسهلا فيك، شرفتينا. اطلقت مؤسسه الدعوه، عفوا، شكرا على الدعوه وعلى الاضاءه. يا هلا. اطلقت مؤسسه سلطان بن علي العويس الثقافيه هذا المهرجان. بدايه خلينا نحكي اكثر عن الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، مين بيكون تحديدا؟ كيف بتعرفي عنه؟ نعم، أول شيء صباح الخير لمتابعي تلفزيون لبنان، صباح الخير لك وصباح الخير للجميع. كثير حلو أن نعرف عن شخصية شاعر بارز بالعالم العربي أول شيء، وأيضا بالإمارات. هذا الشاعر لم يكن شاعر عادي، بل كان أيضا إنسان نبيل وجميل، ويعني كل ما قام به كان لصالح الإبداع والفنون والثقافة والأدباء والمثقفين. وهلا رح نعرف تفاصيل من خلال الحديث. هذا السلطان بن علي العويس هو شاعر قصيدة أول شيء عمودية، يكتب قصيدة عمودية خليلية، يعني صدره عجز، كلاسيكية تسمى، ولكن
قائمة يعني بمعناها على روح العصر والحديث بالمعنى اللي عاشه الشاعر بالوقت اللي عاش فيه. فإذا شأنه شأن على كل حال جيل إبداعي مميز، بس في ذات الوقت لم ينسى شعرنا أيضا تراث والذاكرة الشعرية العربية. فكان هيك قصائد، وعم نحكي هلا عن قصائد، مزيج ما بين قصائد كلاسيكية تحمل الهم الإنساني، ولكن دي يعني بطريقة تعالج بطريقة حديثة، ولكن الشكل كان كلاسيكي. عاش شعرنا بعض التحولات الشعرية الجذرية بالقصيدة العربية بوقتها، يعني كان في تحول ما بين القصيدة الكلاسيكية وما بين دخولنا إلى القصيدة الحديثة أو القصيدة النثرية يسموها. فعاش هذا التحول، وكان له صداقات عديدة بين الشعراء والمبدعين الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، نعم، من القرن العشرين حتى وفاته عام 2000. فإذا فينا نختصر يعني المقالة عنه بأنه هو مثل ما خبرتك بالبداية نموذج إنسان نبيل وعالي وباذخ. ليش؟ لأنه هو بالإضافة لأنه شاعر، يعني ليه عم أقول هيك؟ طبعا أنا ما عم بعمل دعاية مجانية، بالعكس، بالإضافة لكونه شاعر هو رجل أعمال ومال، وظف ثروته وماله ورأس ماله من أجل الثقافة والمثقفين والمبدعين. يعني شخص عاش في حياته وبعد موته كل ما تركه من مصاري من مال وظفه من أجل هؤلاء المبدعين اللي بحاجة. أنت أسست مؤسسة السلطان بن علي العويس، وشو أبرز أهدافها؟ نعم، أسست الشاعر سلطان بن علي العويس مؤسسة السلطان بن علي العويس الثقافية عام 87، إذا بدك بالضبط 17 كانون أول 87. هي مؤسسة أول شيء بسموها يعني الخليج بسموها مؤسسة مستقلة. مستقلة يعني يعني منها تابعة للدولة، مستقلة ومحايدة، ولا يعني لا تمارس عليها ضغوطات. نعم، عرفت علي؟ لا سياسية ولا تأثيرات ومعتقدات فكرية ولا دينية ولا شيء، هي محايدة بكل ما للكلمة من معنى. هذه المؤسسة إذا بتسمحي لي بدك اشرح لي التفاصيل عنها. تفضلي. اختيارات كيف؟ هذه المؤسسة هذه المؤسسة أهم ما فيها أنها أسست لجائزة أدبية، جائزة يعني معروفة، جائزة سلطان العويس الأدبية. نعم. وفاز بها المئات من الشعراء والروائيين والنقاد والكتاب العرب، وأسعفتهم إذا بدنا نحكي الحقيقة، ساعدتهم معنويا ولكن أيضا ماديا، لأنه يعني آخر شيء إنه نحن بحياتنا ما بدنا نعيش بس قصائد. وبتعرف إن الشعراء أو الكتاب بعالمنا العربي إذا يعني إذا لم يدعموا من قبل دولة أو من قبل هيك مؤسسة خاصة، كيف بدهم يعيشوا؟ يعني الكتاب بحد ذاته إذا بعتيه ما بيعيشك، خاصة ببلد القراء فيه قلائل جدا، وأصلا راح الحياة عم تطرح تاني خارج إطار القراءة. فلما بتجي جائزة بتمجد أو بتكرم هؤلاء المبدعين ومعنويا طبعا، أنه أنت نلت جائزة، هذا معنوية، جائزة معنوية، وماديا بتكون أنه أنت عم تساعديهم طبعا. وأيضا بالإضافة لأنها أوجدت تنافس، فينا نقول إيجابي، تنافس إيجابي على الإبداع، من أجل الإبداع ومن أجل التقدم نحو الضوء. طيب اليوم نوركا بظل الظروف اللي عم نعيشها وبالعصر الحالي، قدي مهرجانات الشعر بعدها عم تاخد موقعها، وقدي هي مهمة بهيك عصر كمان؟ نعم، أظن بالعكس، يعني زادت، إذا قصدك أنه أقل صارت أهمية، لا زادت أهميتها. ليش؟ لأنه مثل ما يعني مثل ما بنعرف ومثل ما أنتم تعرفوا كلنا عشنا هيدا المرحلة تبيت سنتين ثلاثة اللي هني العزلة في المنزل وكورونا، حيث صار كل لكل واحد ببيته استوديو، يعني كل واحد
صار بيته عباره مثل هلا انا وياك عم نحكي. فانا جهزت القعده تبعيتي اوكي يعني تقريبا ظبطتها، فصار كل حدا هيك انه قادر من خلال بيته يتواصل مع الناس، وصارت هذا الكادر هو عبارة عن طاقة بطل منا على العالم أجمع ليسمعوا ويعبر عنه بالإضافة لأنه يشارك بمهرجانات ثقافية. لم تتوقف المهرجانات ولا الأمسيات ولا الندوات، بالرغم أنه كانت الطبيعة عم تقلنا قعدوا ببيتكم ارتاحوا خذوا نفس تعرفوا على حالكم تعرفوا على عائلاتكم، يعني الطبيعة كانت عم تقلنا هيك صح؟ أنه ريحوني شوي خففوا دعساتكم علي، ولكن نحن استغلينا بقائنا في المنزل وشاركنا وتواصلنا وافتعلنا الكثير من المهرجانات. بس خليني لو سمحتي لي لأن كنا بالجايزة وفي شغلة كثير مهمة ما قلنا حتى ننهي هذا الموضوع تحت الصدر، بدي أقول لك أنه الجايزة اللي هي جايزة سلطان العواس الثقافية كل سنتين تمنح هذه الجائزة وليس كل سنة، هذه نقطة. ونقطة بتعطي عن نتاج الشعر، يعني جائزة عن الشعر، جائزة عن القصة والرواية المسرحية اثنين، ثلاثة جائزة الدراسات الأدبية والنقدية. هيك إذا اللي عم يسمعنا ومهمه يقدم على الجائزة كمان بيكون استفاد من الحكي اللي عم نحكيه. والرابع عن عن الدراسات الإنسانية والمستقبلية، والخمسة اللي هي خمس جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي. وكل جائزة عبارة عن 120,000 دولار، تخيلي يعني رقم منه قليل، وكلها 600,000 بتطلع. ف يعني عمليا هي دعم جيد للكتب والأدباء والمبدعين العرب. وكمان بين هلالين لازم نشير إلى أنه 11 مبدع لبناني خلال عمر وتاريخ هذه الجائزة نال هذه الجائزة. يعني من العالم العربي 11 مبدع لبناني نيلة، منهم استاذ شوقي بزاي، محمد علي شمسدين بدون القاب، علوية صبح، هول اللي انا هلا حافظتهم ويعني خطروا على بالي. نعم. وبالاضافه لل 11 مهرجان العويس الشعري يلي صار هو احياء لقيمه الشعر بشكل عام، وتمهيد كمان للشاعر واعطائه فرصه اكبر حتى يكون في عنده مساحه انه يقرا شعر تبعه، وحتى كمان يعبر عن الافكار المدفونه خاصه خلال هيدي الفتره اللي كنا عم نعيشها، كلنا كنا هيك دفنين افكارنا جواتنا. خبرينا عن خصوصيه هيدا المهرجان اكثر، وعن المشاركه من قبل مؤسسه السلطان بن علي العويس الثقافية، ودورك كشاعرة وإعلامية شو قدمت للمهرجان؟ نعم، هيدا المهرجان بدأ من سنة، يعني هيدي السنة ثاني دورة، والسنة اللي قبلها أول دورة، يعني صاروا بس دورتين. هو مهرجان جديد ابتدروه جديدا في هذه المؤسسة ليفوتوا كمان على الأدب بطريقة ثانية، غير إنه جوائز وغير إنه أمسيات وندوات ومعارض بيعملوها للخليج، وغير انه كمان لازم قبل ما انسى الفكره كمان انه هي مؤسسه نشريه، يعني تنشر كتب وليس فقط توزع جوائز وتعمل مهرجانات، هي تنشر كتب. نشرت كتب لفائزين ولغير فائزين. اوكي، هي معلومه بس للمراه. هلا هذا المهرجان اللي حدث هذيك السنه وهي السنه 2021 قبل، يعني نحن لو قلنا عملناه بكانون اول. فانا كان لي الشرف والحظ اني اقدم امسيه من امسياته، هو على يومين، كان على يومين، انا قدمت امسيه من هذه الامسيات لشلي لثلي لمجموعه من الشعراء العرب المقيمين بالبلاد العربيه وايضا المهاجرين والمنتشرين على هذا الكوكب. بعرف اختي الشعراء كمان الحقيقه، يعني اكثريتهم كانوا مش ببلادهم اللي قدمتهم انا، يعني مهجرين وربما مطرودين من البلاد يفتشون عن قارب. هلا بنقول قصيد هيدا غير. فقدمتهم وكان مهرجان جميل جدا. ليه؟ لانه كانت مجموعه من الشعراء مختلفه تجاربهم، وايضا يعني تنوعت انتماءاتهم، مدارسهم الشعريه وانتماءاتهم الشعريه، وايضا الاجيال. يعني هناك شعراء عندهم تجربة
اذا بدنا نسميها يعني عمريه اطول بالعمر، وهناك شعراء شباب، فتنوعت بتعرف القصائد، لانه اذا حدا بالسبعينات غير انه حدا بالعشرينات او بالثلاثينات، فكان هذا تنوع اغنى المهرجان. وانا كنت عم بتعرف عليهم اللي ما بعرفهم، طبعا في ناس ما بعرفهم في ناس ما بعرفهم، كنت عم بتعرف عليهم من خلال الاستماع الى هذه القصائد، وايضا من خلال يعني كمان كان في شيء حلو بالمهرجان انه مرقنا اسئله، يعني كان كمان حواري بمكان ما. نعم. لوكاس بيتي، يقال انه الشاعرات فعلا متاخرات عن الشعراء، شو رايك بهيدي المقوله يلي تقول؟ نعم، شو رايك بهيدي المقوله بس مش معنى كله. يقال انه الشاعرات متاخرات عن الشعراء، شو رايك بهيدي المقوله؟ نعم. ويقال عنك دائما انك مختلفه عن الاخرين، هل لانك بتعبري باسلوب مختلف عن الاخرين، بتعبري بفكر حر اكثر مستقل، من هيك يمكن بيشوفوك مختلفه؟ هلا كلمه مختلفه ما اخترعتها باتريسيا انا اكيد، لانه هي شايفتني هيك. ليك خليني اقول لك شغله، هيدي مسحه اوكي بين هلالين. اللي بدي اقول لك اياه انه أنا ما بأمن بنص أنثوي ونص ذكوري، والدليل أنه بعض القصائد اللي أنا كتبتها أو شاعرات أخريات كتبوها، لو شلت اسمهم من تحت قد لا تعرفين أنه رجل أو امرأة كتبها، ما بتعرفي. فإذا أنا لا أؤمن بالفرق بين نص ونص، أنه في واحد على الأفضلية، يعني لا، في إنسان وكاتب ومبدع عنده تجربة مختلفة عن مبدع وكاتب آخر، قد يكون امرأة وقد يكون رجل. اتفقنا؟ هلا بس بالإحصاءات والأرقام عبر العالم الشاعرات أقل من الشعراء. وهذا موضوع تفصيلي، فيني بس هيك اختصر لك إياه بجملة، لأنه المرأة عبر التاريخ مش بس بالعالم العربي مضطهدة. هلا تحررنا وكسرنا القيود واخذنا فقر جدتنا النساء الشاعرات، ولكن بالرغم انه على فكره بعض الجدات الشاعرات كانوا جريئات ومتقدمات اكثر منا نحن هلا، يعني بعصرهم. فهذا اللي بقول لك اياه، انه لا متاخرات كلمه شوي قاسيه، لا مش متاخرات، ولكن بعض الشاعرات بيكتبوا بيدوروا حول نفسهم، يعني هيك كثير شيء خاص اللي بيكتبوه، وبعدنا علقانين بفكرة الرجل والمرأة والمشاكل بيناتهم. يعني طيب شو اللي بيميز لوكاس بيتي اليوم ككاتبة وشاعرة؟ شو بيميزها؟ هلا ما بحق له احكي عن حالي، ولكن انه انا اللي بشوفه ربما او اللي بسمعه، يعني اللي بلتقطه من الناس المتلقي اللي بيسمعوني لما اعمل امسيات او شو بينكتب عن الكتاب اللي انا بكتبه او بأصدره، كأني بكتب نص يعني مثل ما هو بدون إطار. عرفتي كيف؟ إنه لما أنا أكتب أصلاً ما في عين فوقي، ما في خط أحمر، ما في شو بتقول الجارة وشو بقول الزعيم وهيدا شو بده يفكرني، وإنه أنا أوه ما أدري كيف حأطلع بهيدا النص. عرفتي؟ يعني هيدا العين المجتمع ملغى عندي أنا. طيب لوركا، نستفيد من وجودك معنا على الزوم ونسمع شيء لإلك، بعرف انه عندك اربع مجموعات شعريه لهلا، ما بعرف اذا بتسمعينا شيء. نسمع شعريه هلا الصبح، في حدا يعني لكم خلق تسمعوه؟ عم نسمعك. طيب خليني اتذكر شو ممكن اقول. ايه فمثلا هلا القصيده اللي بدي اقول لك اياها، بتعرف شو قصدنا بفكرة انه ممكن يكون في شوية اختلاف، اوكي؟ رح اقول قصيدة اسمها مسح عقلي، هيدي مسح عقلي من مجموعة اسمها مسح عقلي. تفضل. اوكي. بقول خارجة لتوي من مسح عقلي، ما زلت السلالم كأي عاقل، نبهت وعيي، رتبت لا وعيي في جواريه، ونومته ببعض المهدئات. تبنيت أفكارا تشبثت بها،
حفظت عن ظهر قلب الأنظمة والقوانين، صدقت حكايات الجن والشياطين، قلدت البشر العاقلين، تزوجت عاقلا، انترته سيرة الظهر، مسدت سريره، طبخت له الأرز، وأنجبت منه أطفالا عقلاء. مر عمر وأنا أتنفس هواء العاقلين، آكل خبزهم، أرفع كأسهم، وأدعوهم لزيارتي، وأضحك معهم عليهم، ولكني نزلت كلما نزلت السلالم، يسري بي خدر رائحته مصح عقلي، كأني ملتصقة في عناق، عالقة بين الحلم ونهايته، قهقهات تغرق هذا العالم الجاف المليء بدما محشوة بالقش. الجنون حذرني من الحافة، الجنون حذرني من الحافة، وأودعني وسط سهول من الخيارات، تحت مظلة أهتدي بها، وها أنا ممتنة له وممتنة لكم أيضا. نعم، يمكن لكل كتاب ولكل قصيدة في زمن وفي قصة وفي نضوج معين كمان بنحكي عنه. يقال أن الشعراء بالأغلب لما يكتبوا بينسوا شو بيكتبوا، ولكن اليوم اسم الله عليك جدة. هلا هذا الشيء معلق، ايه الشيء معلق بذاكرة كل شاعر، كل شاعر عنده ذاكرة هلا قد بتعبي وقد بتفضل، وزائد انه في نصوص بتكرريها يعني بتمثلك، فبتحبي كل امسيه كل مناسبه، كل ما حدا طلب منك تقولي شيء، ففي نصوص بتكرر اكثر من نصوص. نعم، فهذه التي تكرر بتحفظيها انت. نعم نعم. خبريني اكثر عن قد ايه في بمجموعاتك الشعريه نضج انساني ونضج شعري كمان، حتى تقدري تمزجي ما بين الواقع وما بين الخيال. يعني حسب الشعر اللي سمعناه هلا من شوي هو واقع معاش، ولكن بنفس الوقت انت هيك مزجتيه مع الخيال يلي حبيت ترجعي تردينا فيه، لفعلا قد ايه الانسان لازم يطلع ويتجرد من انسانيته حتى يقدر يحس بالاخر. نعم. هلا انا تدرج شعري، تدرج عبر عمري عبر تجربتي وتاريخي الذاتور يعني بالعالم الكتابي، بحسب تدرج يعني، ما بدي اقول درج فيه يكون طلوع يعني في تنزول طلوع، حسب بحسب تجربتي وعمقها وحسب شو عم بعيش، وخاصه انه الشعر هو يعني تجسيد لحالات الانسان العاطفية وحالاته الإنسانية وحالاته التجربية. فإذا بدك تشوف الكتب هو الحديث الحديث بتشوف إنه في اختلاف، يعني بتحس إنه في اختلاف بالتجربة، في اختلاف بالنضج بالوعي، وهذا شيء طبيعي. يعني في قصيدة تمثلني أكثر من قصيدة، تشبهني أكثر، في قصائد نسيت شو ظروفها، إنه أوقات بضحك على حالي بقول لي أوف ليه كتبتها هاي، إنه شو كنت عم بحس يعني. بس على كل فينا نختصر هالموضوع ونقول ان الكتاب الاخير اللي هو اسمه هذا كله قبلك، ايبنوزس، هذا كتبته جلسات تنويم ايحائي او مغناطيسي بنسميه، وماذا رايت من صور في هذا هذه الجلسات كتبتها وثقتها بقصائد، اشعر بان هذه القصائد اكثر هيك حازمة وصارمة ومضيئة ومدهشة من غيرها. بعد هذا كله قبلك تبع اللاوعي. نعم، لك بعد هذا كله قبلك، هذا آخر إصدار لك، في إصدار جديد أنت بصدد تحضير العمل الجديد؟ نعم، في قصائد جاهزة لأن النشر، كل القصائد كتبناهم هلأ بقعدة البيت. نعم، وبالغوص بالذات والتعرف على حالك من جديد، انه هي هيدي انا، هيدي انا ولا حدا ثاني، والتعرف على البيت وعلى جوزك، بتعرف شو النكت اللي طلعوا بهالفتره، انه تشرفنا فيك ولا مهضومه بك شيء، عرفتي اي؟ فاوكي هول قصايد هن مجموعه اختصار لهول الحيوات اللي عشناه هون، وهن فيهم بقلبهم نوع من الحزن والسخريه والضجر،
هيك والتفاجؤ يعني من العالم والدنيا والحياه والى اخره. هلا رح يصدروا قريبا بعد ما قررتوا وين بدي ابعتهم على اي دار، بس حيصدروا قريبا ورح نحاول نعمل شيء شوي مع رسم يعني النوع الشكل بدنا نغير. لوركاس بيتي الشاعرة الكاتبة والإعلامية اللبنانية مشكورة على هذه المداخلة عبر زوم، وبعرف قد اليوم مهرجان الشعر مهم بهيك ظرف ونرجع نحكي هيك مهرجانات، ومشكورة مؤسسة السلطان بن علي العويس الثقافية يلي عم بتقوم من سنة لسنة بالإضاءة على هيك مواضيع. مشكورين وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك، شكرا لتلفزيون لبنان، ونلتقي إذا الله راد. أهلا وسهلا. فصل على صغير ونرجع لمتابعة أحلى صباح. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا، برحب بكل الأشخاص اللي انضموا لنا هلا، بذكركم التواصل على السوشيال ميديا وأكيد من خلال teleliban.com.lb. مركز سرطان الأطفال يلي بالرغم من كل التحديات وبالرغم من كل الألم وبالرغم من كل شيء عم بيصيبنا بعده مكمل بلبنان. أكيد هالاستمرارية فيها تحديات كبيرة. قبل ما نحكي عن أي تحديات اقتصادية اجتماعية سياسية أي شيء عم بيصير بالبلد عم بيأثر سلباً على استمرارية مركز سرطان الأطفال، التحدي الأبرز بيبقى الحب والشغف يلي كل شخص عم يعطيه لحتى يكون كل طفل عم يحصل أقله على يلي هو بحاجة لإله. وهون الموضوع هو أكبر من هيك بكتير، لأنه كل شيء بيكون كتير صغير وكل شيء بيكون ما إله قيمة أمام هالأطفال يلي من خلالهم بناخد الحياة، منستمد الاستمرارية، منستمد الابتسامة، وهن يلي بيعلمونا الكتير يلي أوقات بينقصنا من ضعف، هن بيكون عندهم إياه قوة بالرغم من الألم يلي بيكونوا عم بيمروا فيه. اليوم رح نحكي عن البلان والحملة الشهرية يلي بتنطلق ويلي مستمرة على مدار السنة. على كل حال ما فينا نقلع هيدا السنة إلا ما نضوي على هيدا الموضوع لنحكي بأهميته وأهمية دعم مركز سرطان الأطفال. بتنضم لإلي منسقة جمع التبرعات بمركز سرطان الأطفال بلبنان لما ضناوي. لما صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يعني بعرف قدي تحديات كبيرة بهالمرحلة، قفلتوا سنة وانطلقتوا بال 2022، كيف كان تقييم 2021 بالنسبة لكم؟ إيه أكيد مثل ما كنت ذكرت هلأ أنه كانت كتير مليانة صعوبات وتحديات مثلنا مثل أي جمعية أو أي شخص عايش بلبنان، بس أكيد بفضل كل الخيرين يلي ما تركونا ولا ثانية المركز مستمر بتقديم مهمته وتأمين هالعلاج المجاني لكل أطفالنا يلي عم بيعانوا من مرض السرطان. نعم، أدي هون كمان بهمني أنه نضوي من الناحية الطبية أنه كمان العلاج عند هالأطفال هو بفعالية كبيرة كتير بتفوق 90% أو 95%. من هون ضرورة أنه يكون في أمل ومساعدة ويكون في رعاية أيضا. بعد الأرقام بالنسبة للحالات بلبنان يعني أمام حالات الإصابات حالات الشفاء أيضا مرتفعة بعدنا، لأنه آخر مرة حكينا سنة الماضية كنا عم نحكي بهالسبكتروم وبهالمعادلة. مزبوط، بعد نسبة شفاء نسبة شفاء العلاج بتوصل ل 80% بكافة أنواع السرطان عامة، وبتوصل ل 92% بمرض اللوكيميا يلي هو سرطان الدم يلي هو أكتر نوع منتشر عند الأطفال، بس بنفس الوقت أعلى نسبة شفاء منلاقيها فيه. أكيد هيدي النسب نحن حنكون قد ما بنقدر عم نضل محافظين عليها، وأكيد بشراكتنا وجودنا بقلب مستشفى الجامعة الأمريكية والطاقم الطبي مثل ما ذكرت هو كمان يلي عم بيساعدنا أنه نكون عم نقدم أفضل بروتوكول علاج، وأكيد بفضل تعاوننا مع طبعاً مستشفى سين جود بالولايات المتحدة الأمريكية. فأكيد نحن إن شاء الله بدنا نضل مكملين بهيدي النسب المرتفعة مع أنه تكاليف العلاج كتير عم بتكون مرتفعة. طبعاً هيدي المثابرة فيها كتير من الحب بناخده من الأطفال، فيها كتير من الشغف، فيها كتير من الحياة يلي بيكونوا عم يفقدوها، بس هالقد هن بيكونوا مشرجين طاقة. أدي هيدي شغلة بتعطي أمل للناس اللي عم يشتغلوا للطاقم الطبي للأهل، لأنه هالقد هالأطفال عندهم أمل بالحياة وعندهم حب لحتى يكونوا عم يتغلبوا
على المرض، قد هيدا شيء انسبايرنج، قد هيدا شيء بشكل نوع من الهام لكل شخص عم يشتغل حوالين هالاطفال. صح، مثل ما قلت يعني هن اللي بيعطونا القوه، وهن اليوم مصدر قوتنا والهامنا لنقدر نحن نكمل بمهمتنا. لما نشوفهم عم يخلصوا علاجهم، عم نحتفل معهم باخر يوم علاج، عم ينضموا لدائره الابطال للتشامبيون سيركل، كل هيدا الشيء هو يلي بيكون الدافع لنا انه نحن نضل مستمرين. لما نكون عم نشوف هالقد نسبه نجاح العلاج عم تكون مرتفعه، وعم يرجعوا هالاطفال يعيشوا حياتهم بشكل كثير طبيعي. لما اليوم لما نحكي عن انطلاق هيدي السنه، منحكي كمان عن حملة جمع تبرعات من خلال الاستمرارية، من خلال البلان يلي بينحط. بعرف كتير بروغرامز، ولكن الفوكس اليوم يلي بدنا نحكي عنه هو البلان شهر المنصلي. خليني أقول، خلينا نفسر عنه أكتر، نعرف المشاهدين، نشاركهم بهيدا البلان. خبريني. نحن كمركز يعني بيكون في دايما عنا عدة برامج وحملات عم نكون عم نطلقها خلال السنة والسنوات اللي قطعت، لنكون عم نجرب نوصل فيها لأكتر عدد ممكن من الأشخاص، وكل حملة يمكن بتناسب شخص ما بتناسب شخص تاني. فبكثرة تنوعنا ببرامجنا والحملات عم نكون قد ما بنقدر عم نوصل فيها لكل فئات المجتمع. اليوم مثل ما ذكرت، اليوم التركيز هو على البرنامج التبرع الشهري يلي هو اسمه امنح الأمل، أو الجيف هوب بروجرام، يلي من خلاله اليوم أي شخص بيقدر أنه يكون عم ينضم لهيدا البرنامج ويتبرع بأي تبرع بأي مبلغ هو حسب قدرته لمركز سرطان الأطفال. هيدي الاستمرارية يلي بتكون خلال السنة بشكل متواصل هي يلي بتأمن ركيزة من التبرعات للمركز. اليوم أي شخص بيقدر أنه يكون عم ينضم لهيدا البرنامج ويقدر أنه يتواصل معنا ويستفسر على كل يعني كل الطرق الموجودة معنا ليقدر ينضم معنا لهيدا البرنامج الحلو. اليوم البرنامج كتير سهل، اليوم أنا قد ما بقدر فيه يكون عم قرر أنه أتبرع بشكل شهري ومتواصل بهيدا المبلغ يلي أنا قررته بكتير يعني طرق، يعني يا عبر البنك أو من خلال الأونلاين، من خلال ويب سايت المركز ccl.org.lb، أو بحيالله فرع OMT، مجرد أنه نحن نقول لهم بدنا نتبرع على مركز سرطان الأطفال بلبنان، أو بيقدروا يتوجهوا لعنا على مركز التبرع بقلب مستشفى الجامعة الأمريكية مبنى 56 بقلب جنينة حديقة مركز سرطان الأطفال، أو حتى بنقدر أنه نكون عم نتواصل مع أراماكس ليكون عم بيجمع هيدا التبرع. أميزنج، يعني يمكن كل هيدا الرعاية وكل هيدا البلان حاطينه لحتى ما حدا يكون عنده حجة إذا بده يتبرع أو قادر يتبرع. بعرف يمكن الوضع الاقتصادي استثنائي، ولكن ما بيخلى الأمر من الناس يلي بعضهم مقتدرين، بعضهم قادرين أنهم يحولوا مبالغ ويساعدوا. اليوم كمان مع المشكلة الاقتصادية وخسارة العملة اللبنانية لقيمتها ب يعني مقابل الدولار، قد هذا تحدي من نوع آخر للعلاج، قد التكلفة مرتفعة اليوم كمان لكل حالة من حالات الأطفال. قد هذه الشغلة يمكن عقد ما هي صعبة، ولكن دائما بيكون في تدبير أو دائما بمثابرة البلانز والمتبرعين ممكن يكون لها استمرارية. صح، أكيد يعني نحن تأثرنا كثير بفرق العملات والتضخم المالي وسعر صرف الدولار. يعني أكيد في كثير أشخاص تغير مبلغ التبرع تبعهم نظرا للظروف، وكمان يعني صار في مثلا كارتاتهم وقفت، يعني صار في كثير هيدي الصعوبات اللي نحن عم نواجهها يلي مرقت بال 2021 وبعدنا مكملين فيها. بس اكيد اصحاب الايادي البيضاء والخيرين دائما عم بيلاقوا الطريقه والتبرع على المبلغ يلي بيناسبهم اكيد ليضلوا مستمرين بهيدي المهمه. واكيد لولاهم ولولا كل المتبرعين، مش بس اللي بيتبرعوا بشكل شهري، خلال هال 20 سنه ما قدر المركز اليوم انه يخلص علاج لاكثر من 2600 طفل بهالنسبه نجاح العاليه، نسبه نجاح العلاج طبعاً. وقدمنا أكثر من 6000 استشارة طبية. فاليوم شو ما كان التبرع رغم كل الظروف يعني احنا أكيد منتفهم الكل، وأكيد عم نتوجه فيها كمان لكل اللبنانيين برات لبنان، أن اليوم مبلغ كتير صغير بيقدر يعمل فرق بحياة أطفالنا إذا كلياتنا اتضمننا يعني طبعاً حطينا إيدنا بإيد بعض بهيدي المرحلة. صح. لما مثل ما قلت يعني اليوم حتى لو كانت كوانتيتي أو مبلغ كتير صغير،
قادر يعمل فرق كتير كبير بعلاج الأطفال. اليوم أمام هذا البلان شهري المونثلي بلان يلي عم نحكي عنه، في برامج تانية ماشية إن بارالل، هيك نحكي شوي بالمجمل عن الأشياء اللي بتحبوا تضووا عليها لننور الناس كمان إذا في أشخاص يمكن بهمهم غير نوع برامج أو بلانز ليكونوا مساندين ويكونوا مشاركين بعودة الحياة للأطفال المصابين بمرض السرطان. للأشخاص اللي ما حابين أنه يكونوا عم يلتزموا ببرنامج التبرع الشهري امنح الأمل، فيهم يكونوا عم يقدموا التبرع بأي وقت من السنة اللي هن حابينه. أكيد فيهم يتواصلوا معنا على أرقام المركز 01 أو 70 35 15 15. واليوم هذا برنامج التبرع الشهري اليوم بيقدروا الموظفين على صعيد الشرك يكونوا هن كمان عم بيشاركوا فيه، على صعيد شركة اليوم كموظفين عم يتبرعوا بشكل شهري. أي حدا أي شركة أي فرد اليوم بيقدر أنه يكون عم بيطلع بمبادرة حلوة أو فكرة أو إيفنت كمان بيقدر يتواصل معنا. يعني طرق التبرع كتير كبيرة، إذا كنا على صعيد شركة، على صعيد فرد، على صعيد مدرسة اليوم فيهم يكونوا عم يتواصلوا معنا. عنا كتير أكتيفيتيز وبروغرامز نقدر نتوجه فيها للكل، ومن خلالها نقدر أنه نوصل للبجت السنوية للمركز اللي هي قيمتها 15 مليون دولار، نظرا لأنه المركز بيعتمد كليا على جمع التبرعات من كل فئات المجتمع. نعم، لما اليوم أمام كل الإيفنتس، أمام كل يمكن السوشيال ميديا، التغطية الإعلامية، كل هيدا المتابعة، أدي كمان السوشيال ميديا عم تعمل فرق؟ أدي هالأطفال يلي أوقات بحملات معينة بيقبلوا أنهم يكونوا مشاركين وبيكونوا إنسبيريشن، مصدر إلهام لكل هالناس يلي منهم أوقات بنستمد القوة، بنستمد الحياة. قدي نحن بنكون ضعاف ويمكن ما بيكون جسديا عم نعاني من أي شيء مثلهم هن، بنكون هالقد نحن موجوعين، هن بالرغم من كل وجعهم عندهم أمل وعندهم حياة وبيحولوا هيدا الألم لأمل. قدي هيدا شغلة واضحة أنتم الأشخاص يلي يمكن قريبين من هالأطفال على الصفوف الأمامية بالعمل معهم. صح، يعني احنا السوشيال ميديا اكاونتس اكيد يلي بعد ما عنده اكاونتس المركز في اليوم يعملنا لايك وفولو @CCC Lebanon ويشوف انه نحن كل حملاتنا بيكونوا الابطال فيها هن ابطال مركز سرطان الاطفال. يعني عم نجرب قد ما فينا انه نأرجي الامور مثل ما هي لكل الناس. اليوم البيشنت يعني المريض اللي عم يتعالج بالمركز هو عم يحكي قصته، هو عم يحكي وجعه، هو عم يحكي انتصاره على المرض، شو الصعوبات اللي مرق فيها هو وأهله. هالقد عم بيكون في عنا ترانسبيرنسي، عم نقدم كل شيء مثل ما هو على كل مواقع التواصل الاجتماعي قدام كل الناس، لحتى كمان الأشخاص اللي عم يتبرعوا يقدروا يشوفوا الحقيقة وراء هيدا التبرع، وين اليوم تبرعهم عم يقدر يوصل المركز ويوصل هالأطفال لأنه يصيروا أبطال المركز. هنا على كل حال أبطال بالحياة، أبطال بالمثابرة، وأبطال كمان بكل درس عم نتعلمه منهم. لكن رح نرجع نذكر بالبلان الشهري اللي اليوم الفوكس عليه لحتى نحكي بلقائنا، هي كل الأشخاص اللي قادرين يتبرعوا بأي مبلغ يتواصلوا معكم، إن كان من خلال مبلغ المركز أو حتى إن كان من خلال التبرع بأي وسيلة ممكنة. صح. كل الوسائل متاحة، ولكن مين اللي بده ياخذ معلومات إضافية غير CCL، يعني المين أكاونتس أو الأوفيشال أكاونتس خليني أقول على سوشيال ميديا، شو التواصل الأساسي؟ في ويب سايت، في موبايل نمبر، كيف؟ ويب سايت المركز cccl.org.lb أو على أرقام المركز 01 أو 70 35 15 15. Amazing. هيك منجدد الدعوة لكل الأشخاص يلي قادرين ما يترددوا، لأنه هيدي رسالة سامية وهيدي من حقنا أنه نشارك الآخرين بالحياة يلي منحناها مجانا، نعطيهم فرصة كمان كيف إذا كانوا أطفال الحياة قدامهم وأحلامهم كتيرة. لما ضنيوي، بختام لقائنا بتحب تضيف شيء قبل ما نختم؟ بدنا نشكركم أكيد على استضافتكم لإلنا، وإنه من خلالكم نحن اليوم قادرين نوصل رسالة المركز، وأهم شيء أنه نوصل أنه في طرق كتير كتير لحتى أي شخص يقدر يتواصل معنا، ونحن أكيد مستعدين أنه نساعده لحتى نقدر إيدا بإيد أنه نوصل لنحقق مهمة المركز ونشفي أكثر عدد ممكن من الأطفال. منسق جمع التبرعات ب Children Cancer Center بلبنان لما ضنيوي، شكرا لك، وتحية لكل الطاقم العامل إن كان إداريا وإن كان طبيا
الأهالي والأطفال يلي كمان هن أبطال كبار. شكرا لأنه عم ترجعوا تردوا الأمل لألن وللبنان يلي بيبقى أمل بالطب وأمل أيضا لبكرة أحلى. شكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا مشاهدينا مع هيدا اللقاء. نحن أكيد منتابع بصبحيتنا نحن وياكم لقاءات عديدة وضيوف بمواضيع متنوعة بينضموا لنا، فما تروحوا لبعيد. نو زابينج، خليكن معنا. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. لما بنحكي عن بيروت، بيروت التاريخ، بيروت الحب، بيروت الحياة يلي ما بتموت، هيدي الحياة يلي عم نتخبط فيها اليوم، عم نعيش صراعات لحظوية وصراعات يمكن عم بتجرنا لمدى طويل من القهر ومن العذاب، حتى صرنا بمرحلة عم نعيش ما بين الأزمة يلي هي حرب عم بتولد نتاجات صعبة على البشر، وما بين السلم يلي عم يبني كمان بشر. فبيجي كتاب بيحمل عنوان الحب في بيروت أونلاين أوفلاين، لأنه كلنا صرنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عم نتواصل. رح نحكي أكثر عن هذا الكتاب لعطلة السليم اللي رح ينضم لي مباشرة عبر زوم. صباح الخير لك. صباح الخير بيا لك وللمشاهدين. أهلا وسهلا فيك. بالبداية العنوان الحب في بيروت واضح جدا، ولكن أونلاين أوفلاين ليه؟ هو الحقيقة الكتاب بينقسم لقسمين، في اسم في بقلبه عن العلاقات العاطفية بقلب المدينة بقلب بيروت وما تحمل من رمزية، أكيد هي العاصمة اللبنانية، بنكون عم نحكي عن كل لبنان بس إنه رمزية بيروت. في شوي بحث سوسيولوجي بهيدي المدينة كيف هي مكونة وشو تاريخها وشو حاضرها وشو رح يكون مستقبلها. في إسقاط على واقع نفسي بعيشه اللبنانيين بيخليهم شوي يكونوا مش مرتاحين تجاه كل العلاقات الإنسانية سواء كانت صداقة ولا علاقة عاطفية، كيف بيأثر هيدا الاسترس اليومي اللي عم نعيشه، علما أنه صراحة الكتاب انكتب قبل بداية الأزمة، قبل 2019 يعني انكتب بصيفية 2019 أنجز يعني، فهلأ أكيد مضافت عوامل كتير كبيرة نفسية واجتماعية وسياسية على مصطلح العلاقات الإنسانية. بس صعب كتير يركب مشهد عاطفي سليم. شو يعني مشهد عاطفي سليم؟ يعني صعب عمليا تركب علاقة عاطفية بين شخصين بهيدي المدينة، مش لأنه الطوق فيهم، هلأ ممكن يكون الطوق فيهم، بس لأنه هيدي المدينة والقصص اللي حواليها والقصص اللي فيها ما بتخلي أي علاقة إنسانية تركب بشكل صحي وسليم صراحة. نعم. طيب اليوم برأيك كيف رح ينمى حب بمدينة بيروت أو مدينة الديجيتال، خلينا أسميها هيك أكثر حسب ما أنت عم توصفها بالأونلاين أوفلاين، يعني ليه برأيك اليوم إذا بدك هذا السلك الرقيق بالعلاقات معطوب ببيروت؟ يعني الاسم الثاني بالكتاب بغوص بهيدي الإشكالية بعالم الأونلاين، يعني نحن كل حياتنا صارت إلكترونية من شغلنا لدرسنا لاهتماماتنا إلى ما هنالك، فبطبيعة الحال العلاقات العاطفية كمان يعني انتقلت على الحيز الإلكتروني. يعني الكتاب يعني بيخلي للقارئ يمشي بمراحل العلاقة العاطفية من الأول، من التعرف إلكترونيا إذا بدك أو ديجيتال على أحد الفتيات، وصولا لمرحلة التعارف، وصولا لمرحلة أنه تعطيه رقمه ويصير في حديث على الواتساب وشو هي أحاديث الواتساب، وصولا لأول ديت والإشكاليات تبع أول ديت، وصولا لبعدين يعني احتكاك هي أو هو بعالم الأصحاب تبع كل واحد منه، وصولا بالأخير لكيف ممكن تنتهي أي علاقة سواء كملت ولا ما كملت. هون بدي أذكر شغلي أنه بالكتاب في تركيز على بدايات العلاقة. ليش؟ لأنه نحن إذا منكون عم نتعرف على شخص آخر، يعني خلينا نقول إذا شاب عم يتعرف على صبية ما بيعرفها وما شايفها، بده يكون انطباع بذهنه عنا، يعني بده ياخد امبريشن عنا، شو اهتماماتها طبعا بحسب الاحاديث او بحسب هي شو بتبرز وبحسب هو شو ما بيجاوب من خلال المحادثات تبعهم. التقارير والاحصاءات يلي منشوره بالكتاب بتاكد انه نسبه كبيره من العالم يلي بتلتقى على ديت الاول ديت عمليا يفاجئوا بشخصيه الطرف الثاني، لأنه بيكونوا رسمين صورة بمخيلتهم مغايرة للواقع، بينصدموا بالواقع
ومن هون من هيدي الزاوية الكتاب بفوت بإشكالية كتير كبيرة أصلاً إلى علاقة بعالم السوشيال ميديا ومتاهاته المتعددة، أنه هل أصلاً نحن بنظهر بشكل حقيقي على السوشيال ميديا أو نظهر بالشكل اللي بدنا إياه؟ يعني هي هيدي المعضلة الأساسية اللي راكب عليها مش بس المشهد العاطفي، كل شيء بحياتنا. يعني في اعتقاد شائع عم تعززه دراسات كتيرة أنه نحن يعني من فرجي العالم أو من فرجي العالم الخارجي على السوشيال ميديا عمليا، يعني الصورة التي نبتغي أو التي نريد إظهارها وليس الصورة الحقيقية. نعم، يعني في تشويه للصورة الحقيقية عبر السوشيال ميديا بنظرك. الإهداء بالكتاب وجهته، لما نقول الإهداء فينا ما نقول الإهداء خلينا مفاجأة. ليش؟ خليه مفاجأة لأنه راح يصدم كتير صراحة. وأنا يعني أنا صراحة ما كنت حابب أحكي عن الكتاب قبل ما يطلع، بس لا. يعني الفريق العاملين بهذا البرنامج عزيز على قلبي. خلي الكتاب شوي بوقته، بس فينا نتناول جانب منه 100%. ما رح خلي المفاجأة تضيع، ولكن إذا فينا نركز شوي على المواضيع يلي طرحت، شوي مواضيع إذا بدك بتنقذ القارئ. ليش حبيت تنوه لها؟ مش بتنقذ، هي حقيقية، بس المشكلة انه الكل بيتغاضى عنها. هي قصص بنعيشها يوميا، انه باول مرحلة التعارف بين شخصين بيصير في هوس بالواتساب، يعني بيصير في انه بدي فوت على الواتساب كل خمس دقائق تشوف اذا قرت الرسالة مني، اذا بعدت لها لينك شافته، اذا بعدت لها غنية، والغنية ممكن تكون يعني محاولة يعني فتح حديث اذا بدك. شو محور الغنية؟ شو هي؟ طب ما هيدا شيء بنعيشه كل يوم بحياتنا اليومية. انت اكيد عايش هيك سيتويشنز مثل ما انا عايش هيك سيتويشنز، بس المشكلة كثير قليل الناس اللي بقاربوه بمقاربة واقعية يعني عمليا. وسرعة الرد، يعني إذا أول اثنين ببلشوا هيك بالعالم الإلكتروني يحكوا مع بعض ويصير في هيك يعني هيام بيناتهم على الواتساب، بيحكوا صبح ظهر عشية، بيصير في يعني هيدي محاولة إذا بدك الأوفر ثينكينج، محاولة أنه ناخد كل شيء بخلفيات وأبعاد كتير كبيرة، علما أنه ما بيكون مستقل الخبريات. طب ليه ما ردت على المسج تبعي؟ هل ممكن تكون عمليا هي مشغولة؟ هلأ إذا مش مشغولة، مشغولة بشو؟ بمين؟ شو عم تعمل بحياتها؟ نوع الإيموجيز المستعملة بين الطرفين بتعطي إنديكيشن، بتعطي مؤشر عمليا لا شو ممكن العلاقة تكون بهيدي الفايز وبالمرحلة المستقبلية. يعني الكتابة بيشرح نوعية الإيموجيز شو هي ووتيرة استعمالها وكيف تفسر بعالم الأونلاين، لأنه صار في مثل جايدلاينز إذا بدك، صار في قواعد معينة تحكم عالم الديجيتال وعالم العلاقات العاطفية فيه. فأي إيموجي بتكون عم تستعمل البنت، وأي إيموجي أو أي تعبير معينة ممكن تقولها البنت للشاب وهي عم تحاول تبعده عن إمكانية اللقاء العاطفي أو إمكانية قيام علاقة عاطفية أو ما يسمى بالفرنزون. يعني كيف البنت او الشاب كمان يعني بنفس الوقت، شو هي التعابير، شو هي الافعال اللي بتلجأ لها مثلا البنت لتحط الشاب بخانة الصداقة او ما يعرف بالفرنزون، وبالتالي عم تستبعد امكانية انه هو يكون حبيبة. نعم. طيب اعطلنا اليوم ليه حبيت تتطرق لهيك موضوع ويصدر كتاب بيتناول كافة هيدي الأمور يلي تطرح على الساحة بشكل كتير كبير خاصة بالآونة الأخيرة؟ هل لأن الشباب عم بعيشوا هوس التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ حياتنا الرغبة بطرح هيك موضوع له علاقة من تجارب شخصية أكيد، يعني لأنه أنا يعني كمان لست منصرخا عن هذا المجتمع، وأنا شاب ثلاثينات وعايش علاقات عاطفية سواء نشأت أوفلاين أو أونلاين، فبالتالي أكيد من تجارب شخصية. هيدا واحد. اثنين، موضوع هيك إشكالي ومهم أنا برأيي بعد ما انطرح بهيدا العمق اللي طرحه بالكتاب، لأنه مثل ما أنا قلت الكتاب بيتضمن دراسات من علماء نفس اجتماعيين بيحللوا أصلاً عالم الديجيتال وتأثيره على العلاقات العاطفية. ثلاثة، صراحة في مثل هيك فقاعة يعني عالم الأونلاين وعالم بيروت كمان، لأنه بيروت مدينة صغيرة الكل بيعرف بعض، ومثل ما حكيت بأول الحلقة فهي فقاعة، هي بابل كتير كبير. بدي بس نوه لشغلة على فكرة، انه الكتاب انكتب قبل انتشار جائحة كورونا، يمكن الكورونا كمان عملت العلاقات الانسانية مور ديجيتايزد،
يعني كمان إلكترونية أكثر ما هي كانت إلكترونية. نعم. فالكتاب كان عم يتطرق لهذا الموضوع قبل كورونا، يمكن إجت كورونا كمان زادت من المسافة الشاسعة بين 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 الطرفين، اللي يعني كيف ممكن أصلاً بدها تركب علاقة عاطفية بظل تباعد اجتماعي وبظل كل واحد بحجر مثلاً. نعم. عطلة اليوم، شو رأي أخصائي علم النفس وعلم الاجتماع بهذا الكتاب بالنسبة للإشكالية اللي طرحتها؟ يعني أنا مستشهد بتقارير عن عدة علماء نفس وعلماء نفس اجتماعيين عمليا، أو ما يسمى بالسوشيال سايكولوجي. يعني في البعض بينصح بعدم الغوص أو الغوص بأحاديث الفيرتشو الوهمية قبل اللقاء الأول. يعني في البعض بينصح صراحة أنه يصير اللقاء الأول سريعا، ما يأخذ أسابيع وأشهر من المحادثات الإلكترونية. البعض بيقول لا، هذه النظرية مش مزبوطة. يعني ما كمان في يعني في نقاش ضمن أوساط العلماء والنقد بهذا الموضوع. في شيء طرحه الكتاب له علاقة ب يعني حجم التعب النفسي كمان والجسد كمان بموضوع العلاقات العاطفية. يعني وفي بدي كمان نوه لشيء، انه الكتاب اخذ ارقام واحصائيات عن كيف اللبنانيين ذات نفسهم بينظروا لعلاقاتهم العاطفية ايضا من خلال دراسة اجريت باواخر عام 2019. نعم. هذا الكتاب يقسم لكم باب؟ هو حقيقة يعني عم شوفه هلأ 16 شابتر، 16 فصل منوع بين قلت لك الاسمين. يعني القسم الاول هو عالم الاونلاين، والقسم الثاني مدينة بيروت وتناقضاتها. وهون يعني بالشابترز اللي مخصصين لبيروت، في شابتر بيحكي عن بيروت ماكرو، يعني على صعيد شوي اكبر، لبنان وتناقضاته وتاريخ لبنان وجغرافيته كيف بيأثر على كل شيء. وفي كتاب اسمه بيروت تشابترز كوري، اسمه بيروت مايكرو، بفوت بعمق شوي المدينة وبيحلل شوي هيدي العلاقة الديناميكية بين التناقضات اللي بتجمعها هيدي المدينة صراحة، لأنه فيها تناقضات أول شيء ثقافية، فكرية، اجتماعية وسياسية. فأنت عم تزيد هيدولة على علاقات عاطفية هي أصلا يعني منذ أن وجدت البشرية كان في توتر أصلا بين الرجل والمرأة. نعم. حتى في باب من الأبواب عدا عن أحاديث الواتساب عالم سكرين شوت، ليه أهرك هذا العالم؟ شو سره؟ لا ما مش قهرني، بس نحن بس نحب أشخاص منصير نستشير رفقاتنا. يعني بمعنى إذا أنت عم تعملي علاقة عاطفية، بدي أعكس الحديث عليك شوي طبعا يبين كله علي. إذا أنت عم تعملي علاقة عاطفية مع حدا مثلا، أوكي، وكتب لك شيء يعني مبهم أو مستفز أو شو بعرفني، شيء يحمل كثير من التحليل والانتربتيشن، شو أول شيء بتعمليه؟ يعني بطبيعة الحال أنه بعتقد أول شيء ممكن تعمليه هو تستشيري حدا مثلا من أصحابك المقربين، تشوفي أنت عمليا شو قصد بهيدي الجملة، شو قولك، لنبلش نفكر سوا. فإنه هيدي قصص نحن منعيشها بحياتنا اليومية. يعني إنه نحن أنا أعيدها بالكتاب، إنه الكل بيصير خبراء في قضايا الحب الجيوستراتيجي يعني عشوائي. فإنه منحلل ومنناقش وبيصيروا الأصدقاء شركاء معنا كمان بحياة الآخرين. يعني هو الشريك العاطفي الآخر منه عارفان إنه في شي خمسة ستة عم يسمعوا له الفويس نوت تبعه، عم يسمعوا له الفويس نوت تبعه وعم يقروا له الكونفرسيشن. فالكل بيصير شريك بصناعة هذا المشهد العاطفي. نعم. على كل حال ما بعرف قد ايه هيك نوع من العلاقات ممكن يكون ناجح ويبني لمستقبل. بعرف انه قد ايه العلاقات المباشره يعني ببعض الاحيان بتكون كمان مزعزعه، كيف اذا كانت عبر السوشيال ميديا او اونلاين. لشو توصلت بكتابك هيدا خاصه بعد تجربتك ما بين العلاقات الافتراضيه والعلاقات المباشره الحقيقيه؟ صراحة في استنتاج، بس يعني كمان ما بدي أقوله تما أحرق، يعني لأنه هيدا الزبدة الأساسية للعمل. في استنتاج، يعني أول شيء استنتاج عن البلد ذات نفسه، عن لبنان وكيف العلاقات العاطفية بلبنان. بس أنا يعني مضطر أنه ما أقول هيدا التفاصيل، بس رغبة لأنه هيدا الزبدة تبع العمل صراحة، عرفت شو؟ فخلي هيدا التساؤل متروك للقارئ من هون للتوقيع. وبالمناسبة يعني التوقيع رح يصير بنهار الخميس ب 17 شباط. أي ساعة؟ وين؟ بمكتبة برزخ بالحمرة الساعة 5 بعد الظهر. وأكيد بيا مدعوة مثل ما مدعو كمان فريق الأعداد بتلفزيون لبنان. إذا كان ب 17 شباط مكتبة برزخ بالحمرة الساعة 4 بعد الظهر، إذا قال رأيك الساعة 5. نعم.
إذا قال راد الكلمة أو حتى يشارك بتوقيع كتابك اللي بيحمل عنوان الحب في بيروت أونلاين أوفلاين، بدي أحكي شوي عن غلاف الكتاب، مين صممه؟ صممه صديق لإلي، صديق عايش بروسيا، ويعني بعتقد انه الغلاف يعني بيعطي المضمون او بيعطي العنوان، لانه عم نشوف فيه للغلاف شخصين شاب وصبيه عابطين بعض، يعني في غمره بس اثنيناتهم ملهيين بتليفوناتهم، يعني واضح انه عاملين موبايلاتهم. نعم بس بلس 99 و2 شو المقصود فيها؟ لفتتك هيدي ما هيك؟ اوكي، هي الفكره انه البنت عندها دائما نوتيفيكيشنز اكثر من الشاب على فيسبوك او على انستا، يمكن بيجيها فريند ريكويستس اكثر بطبيعه الحال اكيد. لا. فحبينا نضوي على هيدي الفاكت اللي هي فاكت علميه بس بطريقه شوي كوميديه. يعني هو المعطر عنده 2 نوتيفيكيشنز، ما حدا لك شو يعني، عندها 99. نعم، على كل حال يعني هيدا العالم اللي عم نصوره نحن منه عالم حقيقي ابدا، يمكن بعض الأشخاص هن هيك، ما فينا نعمم، مش الأغلبية هن عايشين بهيدي الطريقة. بعرف قد هيدا العالم مأذي وسيف ذو حدين، بدنا ننتبه منه وما فينا نشجع عليه أبدا، عم نعيشه للأسف. ونحن في تشابتر بالكتاب اسمه مهووسو الاتنشن، هيدول يعني حددت لهم أنا، يعني خصصتهم بتشابتر لحاله، لأنه هيدول العالم بيبقوا ما بدهم حب، ما بدهم التزام، بدهم يضلون هن محور الكون، بدها هي اتنشن من 6000 بشر حواليه، وعالم الانستغرام وفقاعه عالم الانستغرام، ما بدها ترتبط مع حدا، لانه بنظرها هي انه هيدا جمهوري، هيدا الببليك ايمج، هيدول العالم، ما بدها تربط حالها، وهيدي بيعكس شخصيه انانيه، شخصيه صنعتها السوشيال ميديا عن استسهال يعني استسهال الوصول الى الشهره واستخدام الجمال اذا بدك، وعدم اقامه على، هي بتقول انه انا مرتاحه هيك، ما بدي علاقة عاطفية وما بدي حدا يكملني، علما انه بالكتاب في يعني تقارير واحصاءات بتدحض هيدي الاقوال اذا بدك، لانه ما حدا كامل، كل واحد عم يبحث عن ذاته بذات اخر، فبالتالي في حدا بده يكمله سواء اختار انه يتزوج ولا لا يعني. نعم، الحب في بيروت اونلاين اوفلاين، هذا الكتاب اللي رح يتم توقيعه اذا قال راد ب 17 شباط بمكتبه برزخ بالحمره الساعه 5 بعد الظهر، الكل مدعو ليكون موجود معك ويشاركك هذه الفرحه. ما بعد هذا الكتاب في تحضير جديد؟ انت بنسق تحضير لكتاب جديد؟ لا صراحة، لأنه هيدا يعني هلأ بالوقت الحالي ما في أفكار، لأنه هيدا الكتاب أصلا يعني أخذ 3 سنين يعني تنضجت الفكرة وتنكتبت، وبرغم وانكتبت بظروف كمان يعني كنت مرات البلد فترة، رجعت على البلد، صارت الانتفاضة، طلع الدولار، أزمة اقتصادية عم تشتد، طلع الدولار ويعني أثر على كمان كلفة النشر، يعني اللي هي تكلفة صارت عالية جدا، لأنه نحن بنستورد كل المواد الأولية اللي لها علاقة بالنشر والطباعة، ورجع إجا انفجار بيروت، فإنه الكتاب عاش مخاض يطلع، يعني هلأ عم يطلع بس إنه هيدا مخاض 3-4 سنين. عطالله سليم الكاتب والصحفي، اهلا وسهلا فيك، وبدعي لك بالتوفيق بمسيرتك، والتوفيق كمان لك بتوقيع الكتاب اذا قال راد ب 17 شباط، شرفنا يا هلا. ماشي، فاصل علينا صغير ونرجع لمتابعه احلى صباح. مشاهدينا منتابع بصفحيتنا نحن وياكم، اكيد لبنان الحلو يلي دائما بنعدكم انه نضوي عليه. هالمره موضوعنا بيخدنا لعنوان بيروت بيوند بيسز يلي هو فيتشرد ب اكسبو 2020 بدبي، بنحكي اكثر عن تفاصيل هذا الموضوع، وبنحكي كمان عن شغف التصوير وشغف أرشفة لبنان الحلو بصور بتنقل أجمل لحظات وأجمل صورة عن لبنان لوين ما كان. بينضم لإلي كارلوس هيداموس لحتى نحكي أكثر بإطار هيدا الموضوع. كارلوس صباح الخير. صباح الخير شادي، أهلا وسهلا فيك كارلوس. يلي بتابعك على السوشيال ميديا بيعرف أدي أنت passionate بالaerial cinematography، أداء أنت بالفوتوغرافي كمان بتاخدنا لعالم تاني، وأداء الصورة عندك بتحكي وبتخبر أكتر من حكاية. قبل ما نحكي عن أي موضوع ونحكي كمان عن يعني الفوتوغرافي تبعك من خلال بيروت بيوند بيسز، هالبروجكت يلي خلق بالرغم من كل التحديات هيدي السنة الماضية،
خبرني شوي شغف أسورة ولغة أسورة، أي متى خلق عندك؟ أول شيء مجور لكل عم بتابعونا، أنا تقريباً إلي بصور درون تقريباً 7 سنين. بلشت بالغلط، يعني جبت درون وبلشت صور فيها واكتشفت إنه أنا يعني طلعت عم طلع أشياء حلوة، وكان هيدا الأنجل كمان جديد بوقتها يعني. فمن هون بلشت، صرت أبرم وروح على لوكيشنز حلوين، محلات حلوة، بتعرف في كتير محلات حلوة في لبنان وحلو ندوي عليهم، فصرت روح وأبرم هيك وصور صور صور هول الأماكن. وأكيد صورت بيروت، يعني بتلاحظوا على البروفايل عندي على إنستغرام إنه عندي كتير صور لبيروت، فهي هيك بلشت يعني والحمد لله. نعم أميزي يعني. كارلوس، يعني هيدي الباشن يلي عندك إياها، لأنه كتار ناس يلي بيصوروا بس الواحد بده يكون عنده فيجن، بده يكون عنده رؤية بيلي عم بيحطه باللانس تبعه. خليني شوي أحكي عن مشروعك، ليه اخترت أنك تجمع بيروت يلي هي ولبنان يلي هو شقف بهيدي المرحلة، أنت رجعت جمعته بصورة واحدة، خبرني على البروجيكت. Project بيروت Beyond Pieces بلشت بعد ما أخذت الصورة تبع بيروت اللي حسيتها كتير مميزة وكتير سبيشل. هذا الأنجل يعني نحنا منا شايفينه من قبل، الصورة موجودة عندكم، متخيل رح تشوفها بعد شوي. صحيح، نعمل جولة على الصور بعد شوي وعلق عليهم أنا وياك، تفضل. ففكرت شو ممكن أعمل شيء يكون سبيشل بهذه الصورة، شيء يكون مش عادي. تبهت انه ما في بازل لبيروت، في بازل لكل العواصم المهمه مثل نيويورك، لندن، دبي، باريس، بس لبيروت ما في. بعد ما قررت انه اعمل هذا البازل، كنا نفتش على اسم، وبتخيل بيروت بيوند بيسز كان احلى شيء ممكن نسميه، يعني لنوصل هيدي الرسالة كمان انه نحن بخلال هذا البازل، مش بس انه هو بازل قاعد نجمعه وننبسط فيه، نحن كمان عم نجمع قطع بيروت يلي تفرفطت، خصوصي يعني باخر سنتين بكل المشاكل اللي نحن قطعنا فيهم، وخصوصي بموجة الهجرة الكبيرة يلي قطعنا فيها وبعدنا عم نقطع فيها لهلا. فانه ترجع تجمع هودي القطع تبع بيروت يلي هن الناس الاشخاص اللي راحوا وبرم وصاروا موزعين حوالين العالم، حسيت انه هيدي الشغلة هي كتير حلوة، وهيدي الرسالة اللي لازم تكون من وراء هيدا البازل اللي انا عملته. فالبازل بيقدر يوصل لأي شخص بالعالم، وهيدا الشيء السبيشل فيه انه اي حدا خصوصا المغتربين بيقدروا يحطوه ويجمعوا ويحسوا بهيدا الكونكشن انه هن عم يرجعوا يجمعوا قطع بيروت من اول وجديد. كارلوس، بيروت بيوند بيسز بتضم بس لوحه واحده لحتى نحطها انتو بيسز، او بتضم كذا بازل وذن؟ خبرني شوي عن الكونتنت يلي خلقته من خلال الصور، قبل ما نعمل جوله من بعد هذا السؤال على الصور ونعلق عليهم معك. اوكي، بيروت بيوند بيسز هي صوره لبيروت، صوره واحده، صوره واحده بس باينه فيها كل بيروت. صح، باينه فيها كل بيروت. وهي يعني صوره ماخوذه من ميله الاي يو بي من جهه البحر. اوكي، في معي علم بيروت بيوند بيسز رح فرجيكم اياها. هيدي الصوره. اوكي، هلا حنشوفها كمان. هيك لنشوف الصور مع المشاهدين، تشاركهم هيك لحتى تقدر تعلق عليهم تباعا. نحكي شوي عن التكنيك، عن الفيجن يلي حطيتها، عن الوان بيروت يلي بينت لحالها، عن الشيبس يلي كمان اوتوماتيكلي تظهروا. هيدا اول صوره للكورنيش، خبرني. صح، هيدي نفس المحل انا اخذ بيروت بيوند بيسز، مش هيدا بيروت بيوند بيسز. قديش القصص التفاصيل الصغيرة حلوة انه نشوفها، يعني يمكن نحن بس نقطع بهذا الكورنيش هيك نقطع انه نتمشى وهيك، بس هذا الانجل ما بنقدر نشوفه الا بالدرون. فدايما بجرب فتش على القصص السبيشال، الانجل السبيشال، الوقت التوقيت الصحيح
لناخذ الصوره. يعني حتى هون بتلاحظ انه الشمس از الايند مع الطريق. هيدي انا بنطر يعني بشوف بعمل ريسيرش حركه الشمس كيف كل مره هي بتنزل بمحل بتزيح يعني خلال السنه وبجرب ظبطها انه انا بهذا النهار كون موجود لاقدر اخذ هيدي الصوره تكون يعني ماكسيموم تكون سبيسيال. واو شو حلو ريسيرش وهال يعني الخصوصيه اللي عم تشتغل فيها. مدينه الشمس قلعه بعلبك كمان هيدا يعني انا بالنسبه لإلي مش شايف يعني نحن كثير شايفين هول بالست عواميد بالصور بس هيك يعني مع الشمس جاي بهيدي الطريقه وبرجع بقول لك نفس العمليه انا بقطع فيها تقريبا بكل الصور اللي بشتغلهم انه كل محل بروح عليه كل لوكيشن كل نقطه بعرف الشمس وين تطلع كيف وين تنزل وكيف تكون حركتها خلال النهار وين بيكونوا الشادوز وين بيكون الخيال وين بيكون كل شيء لانه بمحل معين هيدا الادد فاليو يمكن الناس ما بتعرفه يعني هلا انا عم خبركم عنه بس هيدا الشيء هو اللي بيزيد على الصوره الاشخاص اللي بيشوفوا الصور بحسوا فيه. اميزنج. هون عم نشوف صوره ثالثه خبرنا هي وين. هيدا وسط بيروت هون بين ساحه النجمه ومنطقه بيروت السيفرون. هيدا شوي قديم الصوره ما شايفين للاسف في كهرباء وقتها هلا بطل شيء صارت معتمة ما فينا ناخذ بقى نفس الصوره بس انه على القليله عنا اياها اركايف ان شاء الله بترجع هيك عنا اياها بالاركايف وان شاء الله بترجع بيروت مضويه اكثر من ما كانت. صوره اخرى لبيروت ايضا صح. كمان هيدي مثل ما ملاحظ شادي في عنا الفول مون فول مون فوق صح. كمان موضوع اللي كنت عم بحكي عنه الريسيرش وين من اي نقطه لازم تاخذ الصوره واي ساعه واي وقت خبر هيك شوي تفاصيل للمشاهدين انه القمر بتشوفوه انت نازل هو نازل يمكن قبل الفول مول بنهار بينزل على الساعه بصير على الوحر صبح الساعه يمكن 12 بالليل ثاني نهار بتاخر اكثر ثالث نهار على الفول مول فول مول بصير كثير قريب على البحر فهيدي الصوره اتاخذت الساعه تقريبا الساعه 4 الصبح اكيد نحن عم نحكي عن الصوره يلي مرقت قبل يلي هلا عم نشوفها لانه هلا صرنا بصوره اخرى عن بيروت صح صح صح. هيدي الصوره كمان الانجل تبعها بنشوف فيها جامع محمد الامين باسفلها على اليمين وبنشوف كمان ما بعرف اذا كان يعني غروب الشمس اذا ماني غلطان صح صح غروب الشمس هيدا على وقت الغروب وبتقدر تشوف فيها كل منطقه بيروت. هيدي الصورة كتير مميزة لإلي لأنه بتجمع كل شيء نحن بنحبه إنه يكون مجموعة بلبنان يعني إن كان العلم الأشخاص اللي تحتها والاختلاف المعالم الدينية اللي عم نشوفها صحيح صح. يعني فعليا هيدا لبنان يلي عم تظهره بصورك هيدا الصورة من ثورة تشرين إذا ما أنا غلطان صح صح مزبوط من اول ايام ثوره 17 تشرين هيدي الصوره اللي قطعت من شوي فيها العلم جامع والكنيسه وشوفها والصوره اللي عم نشوفها هلا كمان هيدي ارز انعملت بالشموع فكمان شيء كان كثير سبيشل وكثير رمزي ايضا طبعا كثير رمزي ايضا بكل يلي عم نشوفه. إذا بدي أحكي شوي عن تكنيك عملك عن الفيجن يلي بتحطها من خلال يعني الدرون أكيد قادر من خلالها تتحكم تلقط الأنجل يلي بتريده كارلوس الكولرز من خلال الريسيرش يلي بتعمله لتشوف حركة الشمس حركة الشادوز خبرني شوي قدي كل صورة لتطلع هيك بيتاخد عليها شغل برودكشن وهل بيصير في تعديل بوست عليها شوي يمكن بينعمل جريدينج واو لك شو حلوة صورة صخرة الروشة بتجنن بينعمل تعديل على صور بالكولورينج لحتى تعمل بوست للشيدز للكونتراست يلي عم نشوفه خبرنا الشغل كيف بصير ان بروسس ان برودكشن بوست برودكشن. لا لا هي البروسس مثل ما عم بتقول هو بروسس بروسيجر طويلة نعم. أول شيء من بعد ما نقي أنا وين بدي أصور بدي أعرف كيف حركة الشمس وكل هالأمور من بعدها بنصور الصورة
وين صورنا هذه الصورة بدها الصورة بدها ما بتطلع دغري، الصورة بدها شغل أي صورة كانت. ومثل ما أنت كنت عم تقول إنه الدرون مثل أي كاميرا، يعني إذا أنا معي كاميرا فيني أصور صور بس مش بالضرورة كله يطلع حلوين. ليطلع هودي الصور هيك في كتير شغل، إن كان pre production أو post production. هلا أنا بالنسبة لي من بعد ما أصور الصورة أكيد بدي أشتغل كتير على الكولرز وعلى الألوان. بالنسبة لي الصورة هي أنا لوحة الفنية اللي أنا عم بنتجها أو أنا عم بقدر أرسمها إذا بدك، إذا فينا نقول هيك. فالتلوين وإعادة التلوين وزيادة الألوان هو هيدا السبيشال تاتش اللي بيزيد وبيعطي أكثر لكل لأي صورة. نعم كارلوس، كمان مشاركة يعني عملك ضمن اكسبو 2020 قد ايه هذا الشيء بيعني لك؟ بعرف قد ايه كمان الجانب اللبناني اخذ ضجة كتير حلوة بدبي باكسبو 2020. صحيح، اول شيء بحب وجه تحية لكل القائمين على البافيون اللبناني اللي لا صار فيه بافيون لبناني صار فيه شغل جبار اساسا. والبافيون عمل يعني قديه سمبل قديش حلو هو. بيشرفني أن أكون عم شارك بأكسبو 2020 بهذا البافيليون. من خلال الصور اللي شفناهم شوي، في 8 من صوري معروضين هني. وأيضا أكيد بيروت بيوند بيسز اللي هي يمكن هذا الشيء نحن ما ذكرناه أنه هي أول بازل تنعمل لبيروت. نعم. فأول بازل تنعمل لبيروت معروضة كمان. كيف الفيدباك عم بيكون؟ خبرنا شوي هيك عن الفيدباك يلي الناس عم بيشوفوا هذا الموضوع أونلاين ولا يمكن عم يقدروا يحصلوا على بيروت بيوند بيسز وتكون عندهم وتصير قطعة فنية ببيتهم. بالفعل هو الهدف من بالآخر، من بعد أكيد نجمع القطع هيدي هي قطعة فنية مثل ما أنت عم تقول وتابلو. ممكن ينحط بالبيوت. الفيدباك كتير حلو عن بيروت، إن كان عن بيروت بيوت بيسز أو عن الصور. دايما بخبروني بالقيمين على البافيليون إنه عم بيكون في فيدباك كتير حلو. في أشخاص كمان حكيتني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كان إنستغرام أو فيسبوك وحبوا كتير الفكرة إن كان بيروت بيوت بيسز أو الصور. موفق بكل شيء بتعمله. في بروجكت جديد عم تحضر لها كارلوس؟ خبرني. صح، في بروجكت ثالثة بس للأسف ما بقدر أحكي عنها هلأ، كمان مشاركة بأكسبو 2020. رح يكون لونش تبعها كتير قريبا. وفي بروجكت غير أكيد برات أكسبو. أكسبو بيخلص بعد 3 شهور وإكسبرينس كتير حلوة. وهيدي هي عم تحضر أكيد لغير بروجكت وغير صور كمان. كارلوس هادموس موفق بكل شيء بتعمله، لبنانيز تالنت بنفتخر فيها وان شاء الله كل شيء عبالك تحققه بتحققه ب 2022. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو شادي، بدي اشكركم على الانترفيو وبهن اشكر كمان كل الاشخاص اللي ساعدتني لقدرنا نعمل بيروت بيوند بيسز وموصلها هالقلب، من بيناتهم اكيد ايفا عويس. وثانك يو على هيدا الانترفيو. اكيد تحيه لايفا، بعرف قد هي كمان هارد وركر مثلك كارلوس، وجود لك بكل شيء بتعمله. مشاهدينا نحن وياكم منتابع بصبحيتنا بريك ومنروح للقسم الاخير نو زابينج، تابعونا. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم بالقسم الاخير، منروح للكيتشن مع شيف نادين اسيس. عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح بقسمه الأخير، صار وقت فقرة الطبخ مع شيف نادين أسيس. صباح الخير شيف. هاي بشارة. اليوم بشارة حنكون عم نحضر نمورة جوز الهند، أو هي البسيمة بقولولا بطريقة تانية أو على الطريقة العربية أو المصرية أو اللي هي. مكوناتها جدا بسيطة، أشياء موجودة بكل بيت. يلا. الأساس عنا هو أن يكون في عنا بر جوز الهند، طحين، سكر، سمنة، في استبدلها بالزبدة،
اوكي او في استبدلها بالزيت ما في مشكله ابدا، يعني يا سمنه يا زبده يا زيت. انا اليوم استعمل السمنه فيها حتى هيك تعطيني نكهه شوي، ملعقتين سمنه مش كثير. اوكي وبدنا نكون عم حضر الى جنبها القطر. أوكي. فخلينا نشوف نحن لشو بحاجه حتى يسجلون. يعني بتتغير الناموره الاسامي تبعها بس كمان الطعمات بتختلف. طعمي بتختلف. ايه هي بتتحضر بنفس الطريقه تبع الناموره وبتنمد بالصينيه مثل الناموره، بتنخبز بالفرن مثل الناموره، بس تصير بنص الاستواء تبعولها بنشيلها بنقطعها بنرجع بندخلها على الفرن تتكمل استواءها. من بعد ما يكتمل استواءها على الاخر بشيلها وبسقيها بالقطر. مشان هيك انا عم اقول لك مثل الناموره لانه نفس السيستم تقريبا اللي هو عمليه الخبز تبعولها. والزياده هون بدي اقول شغله انه اليوم انا بقلب ناموره جوز الهند حاطه طحين عادي، الطحين الابيض العادي. في ريسبيز بقدر اكون انا بدل ما احط طحين عادي بس، يعني بدل ما اكون عم بحط كبيت طحين بقدر اكون عم بحط نص كبيت طحين ونص كبيت سميد. فاذا استعملت السميد هون مفروض انقعها كيف لما انقع الناموره عادية، يعني بتركها نص ساعة مينيموم حتى تفتح حبة السميد وساعتها برجع بدخلها على الفرن. بس لأنه أنا شو رح تفرق على الطعمة؟ الطعمة ما بيأثر. أوكي. هيك تحسها بتفرد شوي أكتر، يعني عملية وجود السميد بقلبها بتفرد أكتر. بالطحين العادي بتحسها كامشة أكتر. هيدا الفرق بيناتهم، هيدا الفرق بيناتهم. وإذا بدي أعملها على السريع ما بدي أنطر، يعني ما معنا وقت أنطر، بنستعمل طحين عادي، يعني الكباية بستعملها طحين عادي مش السميد وانطرها حتى تفتح حبة السميد. أوكي. خلينا ناخذ فكرة عن المقادير. يلا فإذا أنا بحاجة لكوبين من برش جوز الهند، خليني أحطهم فرد مرة أنا عم بقولهم. أوكي فإذا كوبين جوز الهند، برش جوز الهند، وهون برش جوز الهند يفضل إنه يكون طازة. يعني شو بيكون طازة؟ شو بتكون نكهة جوز الهند بقلبه بعد ظاهرة؟ كل ما كان له زمان عنا أو مفرز أو كذا بتصير نحس إنه طعم جوز الهند بلش يترجع لورا بقلبه. أوكي بدنا نضيف لهم نص كوب من السكر. هلا السكر هون في استعمله السكر العادي اللي يعني سكر دو تابل او اللي بستعمله انا عاده مع الشاي، بس بشرط انه تكون حبه السكر بقلبه ناعمه، لانه اوقات في انواع من السكر عم بتكون حبه السكر كبيره بيعملوا مثل هيك كريستو، بيعملوا دي كريستو، فهيدا الشيء ما بدي اياه. او بستعمل نص كبايه سكر عادي او نص كبايه سكر بودره. اوكي بدي ضيف لهم مثل ما قلنا كوب من الطحين. نمورة بالبيت بتطلع مثل نمورة بالمحل ولا بتختلف؟ ايه اكيد اذا عملتها مثل ما لازم، يعني مشيت على الريسيبي مثل ما لازم اكيد بتطلع نفس الشيء. هلا اوقات تبع البيت بشارة بنحسها مثل الجاتو اكثر، خليني احط القطر على النار بهالوقت، بنحسها مثل الجاتو اكثر لانه بتعرف كسة بيت اللي بتعملها باللبن، اللي بتعملها بالحليب واللبن، اللي بتخلط بين الاثنين او بالحليب العادي او حتى بالكريمه. يعني انا مره عطيت الروسات تبع الناموره كيف تنعمل بالكريمه، يعني بدل ما تكون بالحليب او تكون، ففي كذا ريسيبي. بس اذا مشينا فيهم مثل ما لازم ايه بتطلع مثل المحلات وبتطلع اطيب كمان حتى بعد. إن أوقات بالمحلات نحن بنحسها قاسية شوي أو بتقرش أو هيك معظمة شوي. بالبيت المفروض تكون مشبعة بالقطر، أكيد بدها تكون مشبعة بالقطر. هلا هون أنا عم بعمل قطر ما عم بعمل شي زيادة، بلشنا نشم ريحة القطر على كل حال. كبيتين بكباية مزبوط، يعني إذا حتى كباية سكر نص كباية مي أو كبيتين سكر كباية مي. هلا بدي أنطر السكر حتى يدوب. فخلينا نرجع لهون للأساس لأنه القطر ما عندنا مشكلة فيه. فإذا كوبين من برجوز الهند، ضفنا لهم نص كوب من السكر، رجعنا ضفنا لهم كوب من الطحين. لا هيدي الكمية بدي أضيف ربع كوب من الحليب السائل. أوكي. ربع كوب حليب سائل نخلطهم شوي صغيرة. نص كوب من السمنة الدايبة، يعني بندوبها بالمايكروويف أو بندوبها على الحرارة، مثلا انا حطيتها على ظهر الفرن. هلا سمنه عادي نباتيه؟ نعم سمنه نباتيه، او بقدر بدل السمنه يكون عم حط زبده، او بقدر يكون عم حط زيت. قد ايه كميه الزيت والزبده؟ نص كوب. اوكي هلا السمنه عاده بتكون مجمده، يعني عم نحكي عن ملعقتين كبار سمنه. الزبده روم تمبرتشر يعني او بتحطيها؟ لا كمان بدها تتذوب. اوكي فاذا نص كوب من السمنه او الزيت او الزبده، مثل ما شايف بشارة عم تاخد بعضها العجينة. ريحة الجوز الهند كتير طيبة. هلا بدي ضيف لها نقطة هيدا موارد. موارد بيعطيها نكهة كتير طيبة. مش كتير يعني حتى نكهة ملعقة صغيرة. مزبوط.
وبرجع بضيف لها تقريبا نص كوب من المي حتى تاخذ بعضها. هلا برجع وبقول انا حتى كوب من الطحين، طحين العادي. اعود واكرر يعني. اعود واكرر. طحين العادي اللي نحن عاده نستعمله للجاتو. اذا ما بدنا طحين عادي او في عنا بالبيت سميد، بقدر كون عم بحط نص كوب من السميد ونص كوب من الطحين العادي. بس بهالحاله، في حال استعملنا السميد، مضطرين انه نريحها مينيموم نص ساعه حتى تفتح حبه السميد قبل ما ندخلها على الفرن. يعني منريح المزيج كله برأيك. مزبوط، حتى حبة السميد تفتح مزبوط قبل ما تدخل على الفرن. هاي كمية لصينية صغيرة؟ هيدي الكمية بتعملنا تقريبا، عم نحكي عن 8 قطع لعشر قطع حسب الصينية. أوكي. وكبرة. أوكي؟ وحسب قدي أنا بدي سمكها. بس هي ما المفروض تكون سميكة، لانه اصلا فيها ما بترفخ. هي ايه ما بترفخ أبداً. ما فيها بيكنج باودر، ما بترفخ، يعني احنا قد ما حطيناها قد ما بتضل سمكتها، ما فيها بيض فاكيد ما حترفخ. بس هو الفكره انه هي ما بدها تكون كتير سميكه، يعني بدها تكون سمكتها تقريبا عم نحكي بين سنتي ونص بلوز او موا، يعني سنتي ونص 2 سنتي ماكسيموم، مش اكثر من هيك. ايه نموره حتى بتكون مثلا اوطى من الصفوف. اكيد اوطى من الصفوف. اكزاكتلي. هلا بس نخلطهم لحتى العجينه تاخذ بعضها. رح ارجع عيد شو هن. كوبين من برجوز، خليني اشيل هولي بس من الدرب حتى تبين على الكاميرا، لكن كوبين من برجوز الهند، ضفنا له نص كوب من السكر وكوب من الطحين، نص كوب سمنه مذوبينها اكيد، نقطه موارد، ونص كوب من المي، وربع كوب حليب. الحليب بيعطيها نكهه بقلبها، والزياده كمان بيعطيها لون بقلب الخبز، هو والسكر. مشان هيك حطيت سكر بقلبها. في كثير اشخاص بيسالوا انه ليش حطيت سكر بقلبها طالما بترجع تتسقى بالقطر. في اكتفي بالسكر اللي موجود بقلبها وضيفها عادي والقطر الى جانبها، وفي سقيها بالقطر وقدمها هي بقطراتها. هي بقطراتها. لا لا، فينا هيك وفينا هيك. أوكي. فهي لانه اوريدي فيها سكر، في اكتفي بالسكرات اللي موجودين فيها وقطر على جنب، لان في عالم ما بتحب القطر الزياده. واذا ما بتطلع ناشفه؟ لا ما بتطلع ناشفه، بتطلع يعني كيف بدي اقول لك، كيف بولات الجوز الهند اللي نحن عاده بنشتريهم مع البوتي فور، لما نكون جايبين بوتي فور ما بتحسها ناشفه، مع انه هوليك فيهم زلال بيض، يعني تحسها بهيدا الطعمه. أوكي. كانه برجوز الهند ومع طعمه سكر وهيك، طيبه مش عاطله لانه فيها السمنه ما حتحسها كثير. اللي بده يسقيها بقطر ايمتى؟ اللي بده يسقيها بقطر من بعد ما نخبزها نص خبزه، بنشيلها بنقطعها، برجع بدخلها على الفرن تقريبا خمس دقائق، بشيلها بتكون على فكره لونها ما بده يكون كثير اشقر، مش مثل النموره العاديه، بدها تكون بيضه، يعني هيك بياض ثلج اذا بدك. هيدا هو الخبز تبعولها، يعني انا عم دخلها على الفرن بس حتى تنشف، حتى هيدا المزيج اللي انا خلطته بمي وبحليب ينشف كله سوا والجوز الهند يكمش على بعضه، مشان هيك عم دخلها على الفرن مش حتى تشقر او تاخذ اللون الاشقر. أوكي. اوكي، فهي بدنا ننتبه لها. بقلب الفرن بدها 20 دقيقه ماكسيموم، بنشيلها بنقطعها بدخلها 3 دقائق 4 دقائق اللي هنش، برجع على الفرن شوي حتى كمان الدوائر تكمش مزبوط، بشيلها وبسقيها بالقطرات اللي بيكونوا اوريدي موجودين. هلا بالنسبه للتسقيه هي وسخنه، يعني اكزاكتلي هي وسخنه، بس شيلها من الفرن، قطراتي بدهم يكونوا فاترين، ساعتها بضيفهم عليها وبتركها حتى تشرب القطر مزبوط. ليه بنقطعها بنرجع بنفوتها على الفرن؟ ما هي اللي عم لك اياها، لانه قطعتها انا بيكون بعد في بعدها ما استوت مزبوط. أوكي. فاذا اذا نطرتها تستوت على الاخر شلتها عم بتقطعها بتصير تفرفت. صحيح. بتصير هيك تفسخ اذا بدك. أوكي. فانا ما بدي اياها تفسخ، مشان هيك قطعتها رجعت كملت لها استواءها حتى تاخذ الشكل المزبوط اللي انا بديه. اللي انا بديه. هلا هون القطر ديب السكر بقلبه، بس بدنا نضيف له مزهر حامض، ما بتحطي حامض؟ اكيد يحول حامض. وما ورد نقطه صغيره كمان، رغم انه هي في بقلبها ما ورد، وعصرة حامض، وهيك بيكون القطر صار جاهز. هلا بدنا نمدها بقلب الصينيه. كثير سهله هالوصفه. سهله جدا ومنها مكلفه بشاره كمان. يعني حلو من الانواع الحلويات اللي فيها يكون عم بعملها شيء اوريجينال ومهضوم وطيب، وكمان منها كثير، يعني اوكي فيها زبده وفيها او سمنه، بس انه منها هالكميه كثير كبيره. Kind of. Kind of.
بتحطي على وجه جوز الهند بالاخر او لوز او شيء؟ لا هلا فينا اللي بدي اقول لك اياه انه بقدر احط بقلبها زبيب اذا بدي يعني بهيدا المزيج بقدر احط زبيب مزبوط وبقدر من بعد الخبز كون محمصه لوز من بعد ما شيلها وحط لها قطريتها رش لها اللوز هيدا الرقيق كثير عرفتوا ايه اللي بحطوه على الجاتو فهيدا اللوز بكون محمصينه من بعد ما تشرب القطريت مزبوط بحط لها لوز على وجهه اوكي اوكي يعني هيدا شيء او فيك اذا عندك فستق حلبه تطحن شويه فستق حلبه وترش عليها كمان مش غلط مش حبيت يعني لا مش حبوب الفستق حلبه بده يكون مطحون حتى يعطي اللون الحلو حتى يعطي الشكل الحلو حتى يجمد عليها كمان بدي ملعقة صغيرة بس فينا رش جوز الهند عليها ولا تو ماتش؟ ما هو ليك إذا شقرتها هون بدي أقول رجعت بيضية اكزاكتلي إذا شقرتها وأخذت اللون الأشقر معنا ساعتها إذا رشيت عليها جوز الهند من فوق بين بس إذا تركتها لونها أبيض مثل ما هي مثل ما هو لون جوز الهند أنت بس نشفت الميات تبولا جوز الهند ما حيبين أوكي مشان هيك قلت لك أنا إنه نحط أو لوز أو نحط فستق حلبة أو نحط حيلا شيء تاني تنعكس الألوان بس إذا نسيناها بالفرن وشقرت زيادة ساعتها إيه فيك تزين ببرج جوز الهند لأنه بيكون لعبت على الديجراداسيون تبع الألوان أوكي حطينا بابي بور إيه حطيت بابي بور مزبوط بكعبة مع انه هي مش مفروض يعني مع السمنه يمكن تلزق كثير ما فيها لا كميه السمنه منها كبيره بلا بالعكس بتلزق كميه السمنه منها ابدا كبيره فينا اكيد ندهن الصينيه بزبده كمان اذا ايه او طحينه هيدا الشيء اللي اكثر شيء نحن متعارف عليه بالصفوف وبالناموره ندهنها للصينيه بالطحينه طحينه هلا صارت طحينه او بنحط زيت وبنرش طحين او زبده وبنرش طحين او طحينه بكعب الصينيه او البابيا بير اذا وجد عنا هلا مثل ما قلت لك بشاره بندخلها على الفرن يعني عم نشوف قياسها هون صغير ال الابيسور الابيسور منها كثير كبيره على فكره هيدي الكميه ما بتعمل صينيه كثير كبيره يعني بس بتعمل على صينيه لثلاث اشخاص لا بدي اقول لك ليه هي بتعمل تحوي عم مثل ما قلت لك انا بتعمل تقريبا 8 قطع صحيح الثمان قطع هولي اكثر من قطعه وحده اذا ايه اكثر من قطعه وحده انت كشخص طبيعي ايه بتحلم الا اذا انت كنت كثير بتحب الحلو وما بتفرق معك الحلو وكميه القطر اللي موجوده ساعتها ممكن تتني وتاخذ قطعتين ف لا كونتيتي بالفجعنه بالرجل كونتيتي منيحه يا هلا مديناها بقلب الصينيه اوكي مثل ما قلت لك بشاره هلا هيك ما فيها قطع لانه اذا قطعتها ما حتاخذ الشكل اللي انا بدي اياه لانه بعدها ما نفوتها على الفرن ندخلها على الفرن مزبوط تقريبا ثلث ساعه منشيلها منقطع بنرجع بندخلها على الفرن ثلاث اربع دقائق منشيلها بكونوا قطرتنا جاهزين بنكب القطر عليها وبدها تستوي بس بدنا بنحط كردون لنشوف اذا استوت ولا ما في داعي ايه فيك بالشوكه او بالكردون ما بياثر اصلا ببين عليك انت اذا حطيت ايدك عليها من فوق بتشوف انه جوز الهند نشف اوكي فهو مجرد ما نشف الوجه تبعولها خلص يعني استويت. هي استوت برجع وبقول لك اذا ما بنحب الشكل الحلو اللي لونه ابيض بقدر كون عم شقرها بزد لها استواقه بقلب الفرن بشيلها بحط لها القطريت وبرجع بزينها ببرج جوز الهند مثل ما قال بشاره ساعتها بنكون عملناها شقره ومزينينها ببرج جوز الهند. كل ايامك بيضا نادين، ثانك يو سو ماتش على هيدي الوصفه السهله جدا، اكيد المشاهدين فيهم يرجعوا يحضروا هيدي الوصفه وكل مقابلاتنا وضيوفنا لليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، انا بدي ودعكم الى اللقاء.